ايه خبر هام؟ 50% حسم على كل خادمة فوق 70 سنة. الكمية محدودة. رح اتصل ب... اجا لعنا ناس، اجا لعنا ناس. مبروك الخدمة جديدة. ثانك يو. شو عجبتك؟ بتجنن بتجنن، شكلها بجنن. تعرفي انت بنت حلال، هلا بعدني بدي اتصل فيكي. ريلي؟ يلا وفرت عليكي تليفون. بس دخلي شعو كلهم فلشتيون. ما انا كرمال هيك بدي اتصل فيكي، بدي اجيب خادمة. قلت بتلفن لك باخذ منك نمرة المكتب يلي جبتي منه خادمتك. ياي ابدا ابدا ما بنصحك فيه. ليه؟ يقطع عمره قطع شو طلع لي شو طلع محتال. كان يو ايماجين؟ عن جد عم تحكي؟ ايه. ومش بس هيك، حذري شو عمل فيي. شو عمل فيكي؟ دفعك اكثر مما باقي المكاتب بدفعوا؟ نو. اتاخر كثير لجاب لك اياها للخادمه؟ نو. شو عمل لك؟ جاب لك اياها اصغر مما طالبتيها؟ نو. خلصينا بقى هالبحث. قولي شو عمل فيكي؟ بشرفك كارين، طلعي فيها منيح. معقوله هيدي الخدمه فلبينيه؟ ايه يا دلنا بعدك زعلانة؟ يا عيني يا مالك يا حياتي، شو بك لا زعلانة؟ ما حدا حاسس فيه بهالبيت، ما حدا شاعر قد انا مقهورة. ليش هالقد مقهورة؟ انا كريم رزق الله. شعر بهال؟ جربي. ما عندي خادمة وكل أصحابي عندهم خادمة. يا لطيف، ليش الخادمة صارت موضة وكل بيت لازم يجيب منها؟ مش كل بيت، الكلاس بس. ومين قال هالحكي هذا؟ أنا عم بقول لك. خلصنا لك يا حياتي. إيه وصار الخادمة يلا كل هالقهر وكل هالبكي كرمال الخادمة؟ لا مش كرمال هيك، كرمال شي تاني كمان أنا مقهورة. كرمال شو من هالشعر؟ لو بتعرف اليوم من إجا لعندي. مين؟ لاورا. لاورا؟ ولو بتعرف لاورا مين جايبه معها كانت؟ مين؟ خادمتها. والاضرب من هيك، كاتيا جت لعندي كمان اليوم. ولو بتعرف كاتيا مين جايبه كانت معها؟ اكيد خدمتها. خدمتين نايين جايبه معها خدمتين، واحده اثيوبيه واحده فلبينيه. لا معك حق، لا خادمتينا. بري بحالك، بري بحالك، شطي شعراتك بعد. لا فيك اذا بدك اقتلي حالك. لا مصيبك ميري، خادمتينا مصيبك ميري. شو بدك يعني حياتي؟ لا شو بدك؟ خلص روقي يا عمي روقي. يي الكلاس دخلك انك وبيك ما عندهم خدمه. ليه؟ مع انه حماتي ما شاء الله كثير كلاس. ليك حبيبي لمعلوماتك امي كل عمرها كان يكون عندها خدم، بس ولا مره توفقت بحدا. يعني ما حدا ضايل مع امك بالبيت، وحده كبت حيلها، وحده انتحرت، وحده قوصيت حيلها، وحده هجرت تركض بالشوارع. اللي بيعيش مع امك بده يخون. ايه انت زيد على قلبي، زيد على قلبي، منك دب دب دب. بس امك ما بيخاف عليا حياتي، شو ما عملت بضل بقلب بيتها في خدمه. مين؟ بيك. دب دب دب. خلصنا لك حياتي، خلصنا. ايه خلص، شو بدك نعمل هلا يعني؟ طيب بدي اعمل مثل كاتيا. لا حياتي اثنين كتير، واحدة معقولة. ليش؟ مش حلو الواحد يكون عنده خادمتين؟ مش مبين كتير كلاس كاتيا هي وماشي وجارة وراها خادمتين؟ والله يا حياتي ليكي مثل ماني شايف انا، لا كاتيا ما مبين كلاس، لا مبين بلا راس. ليه